السلام عليكم، أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح عملية إنشاء مشروع جديد في نود جي اس. دونك من أجل هذا أبري لانستالاسيون تاع ويب ستور، يعني ليديتور اللي أنا نستعمله بزاف، سواء في الجافا سكريبت سواء في ديفلوبمون ويب. يعني سيتي لوجيسيال تري بيان، يخدم مليح، اوتو كومبليت. يعني دابيتيد نخدم بالسبلايم، سبلايم يعني فيه الاوتو كومبليت، مي هذا ميو احسن. ويب ستورم سي احسن، يعني من اجل الناس اللي مبتدئين في البرمجه، تنسى بزاف لي كوموند، جوست تابي الحرف الاول هو يعطيك لي شوا باش تخير. دونك انا نفضل هذا، يعني ابري لانستالاسيون تاع هذا سوا دوبل كليك ايسي، سوا نروحو وين يتواجد الويب ستورم في الكمبيوتر تاعنا. ابري لانستالاسيون تاعو تروح تشوف وين راهو متواجد. نجيو هنا، البيرو دوك ايشي غادي نديرو هادي هكدا. فوالا إلي ايشي الويب ستور في البين نلقاو هذا سكريبت. يعني سكريبت هذا خصنا نروحو للمسار تاع السكريبت هذا. هذا هو الويب ستور، يعني وين اكزيكيتيو، سوا دوبل كليك ايسي سوا تيرمينال. نحلو التيرمينال، ابري نجيبو المسار تاع السكريبت هذا. فوالا المسار تاع السكريبت جوست سيدي كليك، ابري نديرو ان ال اس كوم سا ونشوفو يعني لي فايل اللي عندنا. لازمنا نلقاو هذا ويب ستور دوت صح. فوالا دوت اس اش، هذا هو الستورم دوت اس اش. كرييو هذه لا كوموند كوم سا، ابري ديرو تاب، ديرو دبليو تاب، يعني راح يعطينا ديريكتومون الفايل هذا، باسكو يتواجد غير الفايل هذا في المسار هذا. دونك هنا ديريكتومون كوم سا، ابري ان كليك، هنا دوك يتحل ولا نقوم بانشاء بفتح ليديتور ويب ستور. فوالا الويب ستور سي فيرسيو 2017 اللي رانا نعملو عليها. دونك هذا تيرمينال نقول له هكدا، وهذا نقول له هكدا، وانا نهبطو ننتظرو ليديتور ويب ستور يتحل. دونك حنا راح نقوم بانشاء يعني مشروع جديد في الويب ستور باش نطلقو الدورة تاعنا لتعلم لغة النود جي اس. كري نيو بروجيكت ايسي، نديرو كري نيو بروجيكت. نيو بروجيكت يعني كاين بزاف، سوا اتش تي ام اس سوا رياكت سوا لونجيلار سوا رياكت ناتيف نود جي اس. فوالا حنا نكليكيو على هادي نود جي اس اكسبريس ابليكيشن. هنا ما ننساوش هادي هي الفيرسيون، هنا كاين معلومات على النود جي اس تاعنا اللي انستاليناه. ديجا رانا درنا فيديو عن عملية انستالاسيون تاع الفيرسيون 9 تاع نود جي اس. كنجيو هنا للمسار راح نكريوه، دونك هنا نديرو تي سلاش اي سي، نديرو هنا نيو بروجيكت تسمي بايثون اول تو او بيان اول تو اللي اكزيست، نديرو بايثون فوالا او بيان كوم سا اول تري بيان كريي. فوالا كريا لنا في البيرو باسكو المسار تاعنا راهو في البيرو اول يعني شي. دونك غير جيست نقولو له كرييت كرييت، يعني درك يقوم بانشاء الملف البروجي تاعنا اللي رايحين نعملو عليه. فوالا لودينغ، ننتظرو شويه. تطرو جينيراتور دو بروجي اكسبريس يحمل لنا البروجي تاعنا اللي قمنا بانشائه في البيرو، يحملو يعني افيك دي فيشي، وحنا ما نستعملوش هذوك لي فيشي. حنا راح نكرييو دي فيشي اشاك فوا، اشاك فوا نعملو درس، يعني اشاك فوا نكرييو نوتر سكريبت باش نعملو عليه. ما ناش بحاجة باللي فيشي اللي كريها من نوما في البروجيكت، سي جوست حنا باش ننديكيو البروجي تاعنا اول هذا ستيم بروجي نوت جي اس. فوالا نعاودو هنايا اول فايل اون هذا اللي هو في البيرو، نجيو هنا هذا هنا ما ناش بالحاجه بهم كما قلت، هذا يعني سبريميون كاع
انا شبه الحاجه مليح سيكرين ديلايت ديلايت فوالا البروجي تاعنا راهو فيد دركا هنا سي جوست نجيو هنا ها في البين كنجيو هنايا كليك دروات نيو ونكرييو سوا ان جافا سكريبت احنا في الدرس تاعنا القادم ان شاء الله راح نعملو على لي زوبجي في جافا سكريبت نخدمو شوية على لي زوبجي لانهم مفيدين في النود جي اس نديرو باغ اكزومبل ان او بيان نديرو كرييت كرييت اوبجيكت فوالا كرييت اوبجيكت فوالا نديرو كرييت اوبجيكت دونك هنا نديرو بوكا كوم سا اوكي فوالا نجيو هنايا فوالا ان كرييت اوبجيكت يعني كرين هنايا في هذا قمنا يعني في الدرس هذا تاعنا قمنا ب ب قلنا باللي نقدروا دوبل كليك يسي نقوم بفتح هذا ليديتور الويب ستورم وبيا عن طريق التيرمينال كما نعتنا عن طريق التيرمينال كرينا نيو بروجيكت في البيرو اللي هو اول اللي هو راح يكون هذا اللي يحتوي على جميع الدروس راح نقوم بانشائها هنا الدرس الاول هو كرييت اوبجيكت ان شاء الله راح نشوفه في الدرس القادم.